علم جديد يضاف إلى ألوان قوس قزح هو عنوان هذا المؤلف الذي يعد إضافة جديدة للمكتبة الوطنية من تأليف الكاتب الشاعر يحيى زكريا، حيث يتكون هذا الكتاب وحسب مؤلفه من 218 صفحة موزع إلى فصلين، تناول ظاهرة الأطفال المشردين وما تحدثه هذه الظاهرة من آثار سلبية للمجتمع. وقد رجع المؤلف أثناء عرضه المختصر لهذا الكتاب السبب إلى أولياء الأمور. فهذا الإنجاز الأدبي وحسب وجهة نظر بعض القراء الذين حضروا مناسبة عرضه يساعد في محاربة هذه الظاهرة ولو بشكل بسيط. خلال اطلاعي لهذا الكتاب وخلال ما سمعت من الأستاذ الشاعر يحيى، يعني قال كلام كثير والكلام ده كان كلام مفيد، يا ريت الكلام ده كان الجهات المختصة شاهدوا كلامنا وأمروا به. في ليفرا شال مرض اسمها بياتريس وإيش جيد في أونجي كبير وقلت ديمسيوني أونجي ده وجات شغل بيقلها داس مرة تشيف الناس في الدباب قاعدين في الشوارع ما عندهم لان يربيهم وما عندهم لان يهتم فوقهم، ده شغل بلين بوجاه مرة واحد وقال ده شالت كل كريه اونجي كي ليتي تساعد الايال الدقات. ما شاء الله عالم ده نارم قاعد وفكر وكتب، يعني شغل هلو بشرك ما فيك، وأنا فكرنا فوق في كلام اللي هو هجة فوق ده أكثر منه كده يعني فوقنا نينا. الشاعر يحيى زكريا من مواليد تعبشة عام 1987 وتخرج من جامعة آدم بركة.